في العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون. محمد الغيطي يكتب فئران السفينة وسماسرة الوطن وخبز المصريين، واقرأ أيضا انفرادات الأسبوع، كواليس صفقة منير ثابت ونيابة الأموال العامة، حقيقة ثروة زكريا عزمي وثمن خروجه من السجن، كارثة خطف البنات في الصعيد. نحن نكشف سر زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي لمصر، حقيقة تورط إيهاب الخراط في قضية تعذيب المدمنين، حفيد الشهيد إبراهيم الرفاعي من السحل في أمن الدولة إلى الحبس في السجن الحربي، وفضيحة 10 ملايين مدمن ترامادول في مصر. وفي الفن تقرأ محمد رجب طلائي إشاعة، حكاية بنت هنيدي في الأوبرا، إليسا تعترف بقصة حبها لرجل متزوج، سر دموع هاني شاكر، حقيقة زواج غادة عبد الرازق بعد شهور العدة، بسمة تنتظر طفلاً وتؤجل التصوير، وفما سبيرو الرياضي البدري يهدد بطرد متعب من الأهلي وزيدان يعرض خدماته على الزملكاوية، وحصرياً في مسبيرو سات خريطة كل البرامج والأفلام والمسلسلات وأحدث الترددات الجديدة. الإذاعة والتلفزيون الأوسع انتشاراً، رئيس مجلس الإدارة إسماعيل الششتاوي، رئيس التحرير محمد الغيطي.